بداية النشطة، رئيس أمن ولاية صعيد ندوة صحفية أمام وسائل الإعلام قدم من خلالها حصيلة نشاطات مصالحه لسنة 2019 وأرقام وإحصاءات إذن دائما لنشاطهم لسنة 2019. التغطية كانت لمحمد عمراني. عدد العمليات الشرطة 121 عملية، بما فيها 24 عملية شرطة مشتركة. ولما نقول 24 عملية مشتركة، فتعلمون جيدا أنه هناك شركاء ميدانيين دائما يتم إعداد وتنظيم وبرمجة عمليات الشرطة بالتنسيق معهم، ونقصد هنا الزملاء في الدرك، المجموع الولائي للدرك الوطني، أو بالنسبة للجمارك المتواجدة بصعيدة.